وأبعث تحياتي إلى جميع الأهل والأقارب والأحباء في الأردن، وإلى جلالة الملك عبد الله الثاني أبا الحسين، وإلى الوطن، وإلى الأحباء والأصدقاء، وإلى صديق الطفولة الحبيب جمعة المخرج جمعة سمادي، وإلى جميع العاملين في التلفزيون الأردني. حالي حال كل مغترب وكل أردني بعيد عن البلد، شوق وحنين. من هذا المكان حاب أصبع الجميع في عمان وأهلنا في الأغوار الشمالية، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير صحة وعافية. ومنحب نوجه تحياتنا لأهلنا وحبايبنا في الأردن جميعا، وسلامي إلى صاحب الجلالة الله يطول بعمره. الأردن بالقلب وين ما كنا، صدق عمرها ما غابت، عمرها ما غابت عن القلب. الأردن مزروع فينا وين ما نروح. أوجه رسالة محبة ورسالة من القلب الشعب الأردني الشقيق والأردن الشقيق حكومة وشعبا، وإن شاء الله منزوركم عن قريب في الأردن، ونتمنى إحنا للاستقرار والأمن والأمان للأردن. بحب أوصل رسالة محبة واشتياق للأهل والأصدقاء في المملكة، وللوالد للوالدة والأصدقاء ككل، للشعب الأردني للمملكة، والله يديم الأمن والأمان في المملكة تحت حماية القيادة الهاشمية. يعني منوجه كل التحية وكل الحب لكل الأشخاص المغتربين اللي شاركوا معنا اليوم بفقرة هاشتاك خلينا نشوفك، وأيضا لكل اللي عم بيشاهدونا من خارج المملكة بتقدروا تشاركوا معنا بهاي الفقرة وترسلوا لنا فيديو صغير على الأرقام اللي رح تظهر أسفل الشاشة بعد شوي. شفتي قديش كل شخص يمكن حكى بهذا الفيديو، حكى بحنين هيك، كان في أخ هيك وتنهد، يمكن في وجع بالضبط، لأنه أكيد مشتاق لأهله لبيته لتفاصيل الذكريات، وأكيد لبلدنا الحبيب. فإذا حابين توجهوا أي رسالة من خلال يوم جديد بفيديو قصير زي ما قالت شاهد، تقدروا تبعتوه على هالرقم، بنكون إحنا كمان سعيدين، وأكيد أكيد أهلكم بيكونوا سعيدين إنهم عم بيشوفوكم. وهلأ بنروح مع بعض للفحص، نروح لأحمد المتواجد الآن بفحص، نتعرف شو صار فيه معه أشياء جديدة.